بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه سيرينا يا كوره تيري بينا يا كوره في كاس الامم كره القدم بتطلع لسانها للخبراء ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس اهلا بكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين حلقه النهارده من ملك وكتابه 882 بيبداها المهندس عادل بالغنى ما انتوا رايكم ايه سيري بينا يا دنيا انت يعني انا على محمد سعد ما هو ما هي الكوره بقت عامله زي الدنيا كده بتحركنا زي ما عايزه اه يعني احمد سعد عفوا اه اه طبعا اه اللي انا عايز اقوله ان ان كره القدم تستعرض وبعدين نتكلم آه ولا نقول الكلمتين الاول اشرح لك ال قول طيب النتائج التي تتحقق على ارض الواقع القوى الكبرى تترنح امام القوى التي يظن انها آه انت تعطلت دلوقتي عشان تتابع اخر ثانيه في الكاميرا اه قلت لك سنه ما تشوف الكاميرا هتخلص لغايه لما يعني الكاميرون مصر غانا نيجيريا لم ينجو من هذا الفخ الا صاحب الارض بأداء باعت والسنغال, باهت والسنغال اللقب. حامل اللقب والسنغال حامل اللقب اللي لعب برضو كل السنغال بيلعب عشرة الكاميرون بتلعب عشرة ولوصة يا حبيبي مش عارفين يدركوا أكتر من التعادل بالنسبة للكاميرون أعتقد أن مجموعة مصر هي الموقف الأكثر تعقيدا بهزيمة غانا وتعادل مصر مع موزمبيق بقت مباراه الخميس بقت غانا ومصر هي اللي هتحدد مين اللي هيكمل المشوار القادم حتى بتاثر على موزمبيق والراس والراس الاخضر, والرأس الأخضر.